هم اليوم عملت لنا تشكيلة جميلة. كبدة مع الدبس. ايه والله مع دبس الرمان. يلا خلينا ناخذ مقادير كبدة الدجاج مع الحامض. بدنا كيلو كبدة دجاج، بصلتين مقطعين جوانح، زيت زيتون أو زيت نباتي، ملح وفلفل وبهار مشكل. بدنا هيل مطحون، ربع كوب دبس رمان، ربع كوب عصير ليمون. يلا. يعني هاي هي المقادير، وطبعا وهي صرنا على السوشيال ميديا كمان على كل الصفحات، كله تمام، وين ما بتلاقينا نطلع لهم. صبح علينا. صبح عليكم اكيد، واذا في اي استفسارات، في اي تساؤلات، في حابين كمان تصبحوا علينا، هاي الرقم ظاهر اسفل الشاشه، بتقدروا تحكوا معنا باي وقت. يلا نبلش مع كبدة الدجاج مع الدبس. يلا لك عليها، بتحبيها كثير كثير. هي مبدئيا كبدة الدجاج، لما بقول لك فلان عندي فقر دم، بتلاقي الحجات والكبار والكبارية بيقولوا له روح كل كبدة، كبدة خروف أو كبدة دجاج. هي يعني دم، دم كتير مهمة إنك تحافظي على وجودها في منزلك. كبدة الدجاج بصراحة ما فيش فيها مزحة، حاولي اختاري صح، يعني اشتري إشي صح طازة. الأسعار يعني مش كتير في فرق، بس الطازة وكمان من ريحتها ومن لونها بتقدري إنك تعرفي قديش عمرها بالتلاجة، فلا تطلعي قبل الهاد، قبل ما تشمي ريحتها وتشوفي لونها، بعدين بتشوفي تاريخ الإنتاج زي ما أنتم شايفين أمامكم. ممكن تقطعيها بالشكل اللي بدك إياه. في لبنان الحبيبة بسموها سودة. سودة. فبتكون على المنيو تبع المطاعم سودة بدبس الرمان، سودة بالحامض، سودة بالزيت. في نعم. في ناس بس اسمها السودة، وحتى في كتير مطاعم بعمان بسموها السودة. تمام. هلأ هاي أنا غسلت بخل أبيض نقطة، يعني على لتر المي تقريبا معلقتين كبار خل أبيض. شو بيعمل الخل؟ الخل بينزل فيها كل السوائل الدموية وبيخليها تلمع. شايفين كيف تلمع لمع؟ شايفين الدم فيها قديش صافي، لونها مرتب. في كتير ناس بتحبها، بس للأسف للأسف حتى بمطاعم خمس نجوم بتفوتي وبتدوقيها زنخة. بتزنخ مباشرة. يعني الخل شوي بيساعد انه تروح ال هلأ الخل نعم بيودي زنخة بالإضافة لهاي الخطوة. أحلى إشي اللي هي الكبدة إنك تتعاملي معها بذكاء. هلأ في كتير ناس عشان يقضوا على اللي هي أليكس عشان يشيلوا زنخة الكبدة بحطوا قرفة. القرفة فوق ما هي سودة بتسودها بزيادة، بتغمقها. واحد فبيغطوها في المطاعم بشو بدبس الرمان لأنها كتير بتصير غامقة، فاللي بيحبش دبس الرمان طب كيف بده ياكلها وهي غامقه؟ هذا اولا. ثانيا طعمه القرفه ونكهتها كثير قويه. طب انا كيف احافظ على نكهه وطعم الكبده؟ هاي الخطوه. غسلتيها صفيتيها كثير منيح زي ما هي بمقلايه سخنه زي ما انت شايفه، راح احطها بهالشكل وعلى حراره المقلايه راح اتخلص من السوائل. شوفي كيف لونها تغير مباشره، كل السوائل رح تطلع. هلأ بهاي الخطوة بالذات رح أحط هيل مطحون خلص بالخل الأبيض وبالخل المطحون. احنا ما حكينا المقادير عشان انت حسب الرغبة، حسب يعني هلأ بتعمل صحي مش زي اللي عاملة 4 كيلو كبدة مثلا عندها عائلة. تمام. شوفي كيف صارت. إذا هون أنا بلشت سريعة. أشم ريحة هيل، بطلت أشم ريحة زنخ. كمان ما تحط قرفة، القرفة يعني في كتير مثلا بس تيجي تاكليها في المطعم امسك الصحن وقربيه منك وشمي، إذا شميتي ريحة الصحن فيه زنخ اعرفي إنه هذه مسلوقة ومحطوطة بالثلاجة. ولما أجى زبون المطعم، طبعا ولا معلمانية على الجميع بس بحكي لك أنا بعض الأخطاء اللي بتصير في بعض الأماكن، فبشو بيقوموا أليكس بيكونوا حاطينها جاهزة بالثلاجة، لما بيجي الزبون بيشيلها وبيطبق بسخنها هيك بيشوحها شوي، بحط عليها الليمون ودبس الرمان والسلام. مشان هيك انت لما بتاكليها بتحسي في اشي غلط او في زنخ، هو هذا السبب. هاي الخطوه الصح. معك يا قمر رح نصبح عليها. هلا احنا حطينا زيت بال ولا اشي؟ هي ولا اشي على سوائلها اللي غسلت شايفينها. اوكي تمام. بس انا عم بسحب منها السوائل لا لا ما في سلطة اليوم معنا شيء مختلف بيشبه السلطة شوي، بس أجبان وخضروات ويعني كتير لطيف كمان بأجواء الشتاء. أنا عم بحب أشوف اللايف اللي
شايفين صارت تفقع لأنه كل السوائل اللي فيها سحبتها، وكمان أنا عطرتها بالخل الأبيض وكمان عطرتها بالهيل المطحون. قرفة نهائياً لا، تمام؟ طبعاً أذواق، في ناس بيحبوا ريحتها وطعمها للقرفة، ليش لا؟ طيب هلأ هاي التغطية اللي رح نحطها لدبس الرمان. هلأ دبس الرمان إذا طبخته معاها على النار إيش بصير؟ للأسف إنه زي السكر اللي في دبس الرمان زي اللي بتكرمل، فبنحرق وبيعطيني طعم هون بصير مرار، آخر اللقمة بصير مرار. فكيف أنا بدي أتعامل مع دبس الرمان؟ وإني أصبه زي كتير أماكن أصبه على الوجه غلط. كيف رح نتعامل بهالشكل؟ قلبتها أنا صح؟ هلا رح اشيلها على جنب وعلى اثرها ابلش اكمل. رح نجيب بصل جوانح سلايس ابيض احمر الناشف اللي بدك اياه، بالاضافه الى زيت الزيتون. هلا صراحه الكبده روح قلبها زيت الزيتون كثير اطيب، سمنه بصير، زيت نباتي بصير، بدك اياه راكي كثير مع زيت الزيتون. بتخيل انا ناديه مش موافقه، بتقول مع السمنه مش كثير زاكي. كل واحد هي هاي يعني اذواق صح. بالضبط 100%. بدنا نصبي على محمد الرجوب، امرعد، محمد الخوالدي، مأشرف المومني، صباح الفل، عمر المسعودي، يسعد صباحكم، أم أنس، ربيحات، يسعد صباحكم، أم رمزي، أهلاً وسهلاً، دينا، سليمان، صباح الورد، شكراً لكم، شكراً على كل الكلام الحلو صراحةً، يا ريت معنا وقت نحكي كل كلماتكم الجميلة. هبة قدسات، أم كرم، صباح الخير، معاد أبو قديري، صباح الفل، فاطمة، سلمان، أهلاً وسهلاً، أم سارة، هاي عم بتقول لك جربت الدبس الرمان ومرمر بالطعم. مظبوط، لانها غلطت على الغاز او لانها صبت وصب. شوفوا معي هلا انا سحبت من هون، شوفي لاحظي ما في دهنه ولا دهنه، يعني ما في ماده دهنيه لا زيت ولا سمنه ولا شيء، بس اخذت لون. انا هيك اشتغلت صح مظبوط. هي ما بتاخذ وقت الكبده ابدا، يعني ابدا سريعه. سحبت منها السوائل بهالشكل وخليتها بهاي المقلاية. رح أشتغل على أترها زيت زيتون أو زيت قلي. هلأ أنا بحب أخلط عادة زيت زيتون نفس الكسرول أو بنفس المقلاية وزيت نباتي. هاي أنا سحبتها، طبعا أنا عاملة كمية هاي الكبدة، إذا بس هاي الكمية يعني مبدئيا الشباب بيقلبوا على لا ما أنا أحكي لكم سر، يعني إحنا على الهواء أنا ولارا وريحة الاستوديو ما شاء الله. يعني سبحان الله الواحد أول ما بشم الريحة بحس حاله زي كأنه بلش يجوع. صح. من أكيد رح نصبح على الباقي أكيد لعم بيحضرونا على اللايف، ولكن خلينا ناخذ اتصال. وفاء صباح الفل. صباحكم. صباح الخير. صباح النور. نورين. وفاء. صباح الخير. نورين. تسلمي يا ربي، الله يخليكي. عندك اي استفسار للشيف لك على الكبده؟ منور الشيف. انا اليوم والله لسه بحكي لجارتي بدي اعمل الكبده، لهي تحكي لي هاي الشيف بيعمل كبده. انا بعرف كيف انتم بتفكروا، يعني على السنس ماشيه. انا بدي بغسلها بملح. ايش بتسوي؟ بغسلها بملح. لا 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 لا. اعرفي ليش؟ الملح بيعمل صد من الكبده، بسحب كل السوائل، بتصير ناشفه. حرام. قيمه غذائيه جدا عاليه، بترفع الدم، بتنشط الذاكره، نشاط للروماتيزم، كثير حرام والله حرام. جربي وادعي لي. خل ابيض حصري، خل ابيض بس، خل ابيض ستي دون الملح. يا الله شكرا لكم. تسلمي. اهلا حبيبتي. اهلا يا وفاء. ام زيد ادريس صباح الفل، ام هاشم، ام حبيب حراحشه اهلا وسهلا، احمد علمات صباح الفل، يسرى سيناوي صباح الفل، ومعانا منى باتصال من عمان. صباح الفل. يا منى يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا منى علقم من عمان. اهلا وسهلا يا منى، كيفك؟ بصبح عليكم. يسعد صباحك. وببارك لاخوي يوسف علقم، احكي له الف مبروك لانه ترفع صار وكيل. يا سيدي يا سيدي، الف مبروك ومنها للاعلى دائما ان شاء الله يا رب. امين. نعم. عندك اي استفسار للشيف يا منى؟ لا طب احنا بنغسل الكبده، احنا بنغسلها. حبيبتي اهلا وسهلا يا قمر. تمام. تسلمي يا منى، شكرا كثير لك. شايفين انا هاي كيف ساحبه سوائلها؟ انا مجهزه كميه صراحه، اذا بعمل هالقد نقلب على بعض. حمزه سوالها صباح الورد اهلا وسهلا. ام رائد
صباح الخير إسراء الزبن، صباح الورد إناس، صباح الورد أم اللول، صباح الخير أروى، صباح الخيرات والمسرات حسين المصراتي، صباح الخير أم نضال زعبلاوي، صباح الفل أثيل الناصر، صباح الخير وأم أنس معنا باتصال هاتف، منقول ألو راح الاتصال. يلا يا أمنا صباح الخير. وهي بلشت التكليلات. أيوة. هلا احنا سحبنا السوائل، حطينا الزيوت، نزلنا البصل، قلينا البصل، شوحنا، ما تخليه يدبل كثير، خليه هيك خشخش خش يقرمش 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 تقرمش تمام. خليناه زي ما هو، بعدين نزلنا عليه الكبده. هلا بقوي قلبي بحط الملاح، بحط البهار عشان اول شيء يضل نكهته صح، ثاني شيء ما ينزل السوائل الصح اللي بالكبده، حرام حوينت هالصنف، ممكن كثير ناس تستكفيه بس صنف يعني بجوز افضل من قطعه لحمه على قد ما هو مفيد للجسم. حطينا الملح، وهلا راح نحط كمان فلفل اسود بهالشكل من الكسير طبعا اكيد، ممكن اذا بحبوا شطه مجروشه كمان بصير. بعدين بده خلينا نشوف وفاء اتصال. صباح الخير وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا وفاء. كيف هذيك اليوم كنت لابسه اخضر، اليوم احمر، حمرتيها اليوم انهن. الو صباح الخير يا وفاء. اهلا اهلا يا علا، كيف حالك؟ هلا تمام نورت. اهلا يا وفاء. والله يا علا نحن فينا انت حبيبتي، انت البركه يا وفاء. ياريتكم معنا بالاستوديو وتشم الروايح قديش بتفتح النفس. الله يرضى عليكم يا رب. حبيبتي اجمعين الله يسعدك. اسالك سؤال. هلا ستي قمر تفضل. البسبسري ما بتنفش معي كثير زي ما بدي، يعني لازم احطها وهي مش لازم مباشره، ولا اتركها خمس دقائق برا؟ كمان مره لاني ما سمعت. اشي خمس دقائق برا بس. ما فهمت عن شو البسبسري ما بتنفش معي. البسبسري الباف بيستري مالها؟ ما بتنفش معي. ما بتنفش معك لانه الفرن مش حامي صح، الفرن لازم تكون درجه حرارته عاليه لحتى تبلش تورق معك. هي عباره عن عجين مصنوع من الزبده، الزبده هي ماده دهنيه كثيفه نوعا ما. الباف بيستري طبقه من العجين المضغوط، اول ما بتشم ريحه الحراره بتبلش تفكفك وتطلع تطلع تطلع بتصير معك كثير. الموضوع هو الفرن. هلا اذا كان الفرن حامي وبرد بترجع بتنزل؟ طبعاً. ممكن يعني يكون طبعاً. ممكن يكون حامي، طبقات مضغوطه جدا من العجين بتورق مع الحراره. اوكي شيكي على الفرن يا وفاء. نعم ست الكل. ام خالد توف صباح الخير، ام عزت صباح الفل، خوله مين، منال صباح الخير يا منال. صباح الفل كيفك كيف علا؟ كيف اهلا صباح الورد. هلا يا منال. ببارك لاخوي عشان نترفع ببارك لاخوي عشان نترفع بصير وكيل. انا بدي ابارك لكل حدا ترفع واقول له الف مبروك، وان شاء الله يا رب نفس الوطن الكريم بضلوا يترفعوا دائما بجهودهم وتعبهم ان شاء الله يا رب. مبروك للجميع ان شاء الله. الله يهنيكم تتهنوا. يلا يلا باي باي. هانئة الله يصبحكم بنور النبي. شكرا لإلك إيمان الرمحي يسعد صباحك. طبعا كلهم عم بيقول لك شكرا مبدعة. أحمد أبو هيا صباح الخير، لوريس البرماوي صباح الخير، إسراء البنور صباح الفل، سارة أبو عكاز أهلا وسهلا، براءة صباح الخير، مرام الجمال أهلا وسهلا. إذا في أي استفسارات كمان عندكم للشيف بتقدروا تبعتوا لنا إياها، أنا بنقل لكم السؤال والاستفسار وأكيد رح أجاوبكم عليه. تمام. لما نزلنا البهارات وامتزجت مع الكبدة والكبدة مستوية أصلاً، أنا سحبت سوائلها وشمي ريحة دبس الرمان. شامي أيوة، فهذا الإشي بيخليها تاخد. هلأ الليمون ودبس الرمان على النار بتسبكوا فبتلاقي الطعم صح. شايفين كيف ضلونها حلو؟ ضلونها بدأ. في ناس بصير عندهم سودا سودا العين اللي بتاكل. مهم كتير أنا أدير بالي على موضوع العين، بدي أرجع أزود، ما برجع بزود دبس الرمان لحاله على الغاز، أوعك يعني لو نقطة زيت أو نقطة عصير ليمون، عشان إيش؟ فيه نسبة من السكر نوعا ما بهالشكل، وممكن اقدم كمان شوي منه جانبي لحتى يلا معنا.
قديش الدبس يعني في ناس يمكن اوقات بتحس انه بدها تاخذ فوائد الكبده ولكن ما بتستسيغها لحالها، فالدبس عن جد بيساعد كثير انه يقدر الواحد ياكل الكبده ويستفيد من فوائدها وتكون نكهتها كثير طيبه كثير كثير. هلا بخليها براحتها.